بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين. الفضل العظيم لصلاة التهجد في الثلث الأخير من الليل التي قصر فيها القاسم الأعظم من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله، من علامات الساعة الاستخفاف بالسنن. ولو علم الناس يعني ما في الصلاة في الثلث الأخير من الليل لبكوا دما على هذا التقصير. أنا هتكلم الأول عن الخسارات الفادحة التي يخسرها تارك هذه السنة، بعدين هتكلم عن المناقب العظيمة لهذه السنة. أولا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث، والحديث له خمس طرق كلها صحيحة، إن في الجنة لشجرة يقال لها طوبة، يخرج منها حلل صفراء وبيضاء، ويخرج منها خيول ذهبية مسراقة بالدر والياقوت لا تبول ولا تخوط خطوها مد البصر، لها أجنحة يطير بها أهل الجنة حيث يشاءون. فيقول أهل الدرجات الأدنى، يا رب أعطيت إخواننا ما لم تعطنا. شوف ربنا يرد عليهم ويقول لهم إيه. فيقول لهم رب العالمين، إنهم كانوا يصلون بالليل وكنتم تنامون، إنهم كانوا يصومون وكنتم تأكلون، إنهم كانوا يتصدقون وكنتم تبخلون، إنهم كانوا يقاتلون وكنتم تجبنون. حديث صحيح لو خمس طرق كلها صحيحة، رب العالمين يعيرهم هم في الدرجات الأدنى من الجنة، فيقول الذين أسفل منهم درجة، يا رب أعطيت خيول ذهبية مسرقة بالدر والياقوت لا تبول خطوها مد البصر، يعني خيول بتطير بسرعة البرق، مصنوعة بالذهب الخالص، هيطير بها أهل الفردوس الأعلى أهل الدرجات العلى، هيحرم منها أهل الدرجات الأدنى. فيقول يا رب اديت إخواتنا دول أعلى حاجة ما اديتلناش. هيقول لهم يا رب إنهم قالوا إنهم كانوا يصلون بالليل وكنتم تنامون. بعد تفكر كده في الحديث، يبقى دول الناس دي خسرت ايه؟ اولا خسرت الوصول لاعلى الدرجات، فيقول الذين اسفل منهم درجه، يبقى هما دول ما وصلوش في الدرجه الاعلى، يبقى دول بقى ما وصلوش في الدرجه الاعلى. تاني حاجه، يبقى خسروا في الدرجه الاعلى، خسروا رفقه الرسول صلى الله عليه وسلم، رفقه الصحابه، خسروا الخيول الذهبيه اللي بتطير بسرعه البرق. مشكله وبس. شوف بقى، واحد عنده طياره خاصه مثلا الاعلى، واحد ماشي على رجليه وعنده طياره خاصه أشبه بالبراق اللي الرسول صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماوات السبع سدة المنتهى، وأعظم بكثير من بساط الريح اللي كان سيدنا سليمان يطير به فوق ملكه. والخسارة التانية هتخسرها رؤية رب العالمين في الجنة. المؤمنون يتبنون تباينا شديدا جدا في رؤية رب العالمين، منهم من سيرى الله سبحانه وتعالى مرتين، منهم من لم يره إلا مرة واحدة في الأسبوع أو مرتين في الأسبوع. طبعا الناس في الدرجات الأدنى هتحرم من رؤية رب العالمين، كما قال الله سبحانه وتعالى إن أدنى أهل الجنة منزلة لا يرى خدمه ونساءه وقصورهم مسيرة ألف عام، وإن أعلاه منزلة لا يرون ربهم غدوة وعشية. عندي صحيح، يعني معناها مرة في الصبح ومرة بالليل، كما جاء هناك أثر من أهل الفردوس الأعلى يرون ربهم مرتين كل يوم، ومن أهل الدرجات الأدنى لا يرون ربهم مرة كل أسبوع. طبعا رؤية رب العالمين أعلى وأشرف شيء في الجنة، أعظم من الجنة نفسها. الذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فخسرت التمتع برؤية رب العالمين، ودي خسارة كبيرة جدا، لأنك كنت بتكسل تقوم تصلي في الثلث الأخير من الليل. ليه؟ لأن ده في الظلام، وتؤمن ربنا سبحانه وتعالى وفي الظلام، والجزاء من جنس عمل، تتمتع برؤية رب العالمين في الجنة، ما بتقومش في الظلام في الثلث الأخير من الليل. طيب. طبعا يعني مشكلة وبس، أنت خسرتش التمتع برؤية رب العالمين مرتين في اليوم بس، أنت خسرت النور اللي انت بتاخده من ربنا سبحانه وتعالى عندما يتجلى، من ربنا سبحانه وتعالى عندما يتجلى على عباده في الجنه ياخذون من نوره. وطبعا الناس اللي بتشكر ربنا يوميا هتاخد من النور ده، الواحد منهم بقى عامل زي الشمس. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في لو واحده من المقربين خرج من قصره انفجر نور ملأ السماوات كلها، فرآه الذين هم ادنى منهم درجه فقالوا ان واحده من المقربين خرج من قصره، ينفجر نور في السماء كلها. ليه؟ لو هو لما بيتجلى رب العالمين سبحانه وتعالى مرتين في اليوم والأولياء الله يبص عليه بياخدوا من النور ده، الواحد منهم عام زي الشمس، فيرجع إلى زوجته فتقول له والله قد ازددت نورا وبهاء، تطلب منه أن يواقعها كلما تجلى رب العالمين عليه وشافه ازداد جمالا ونور. طبعا التاني اللي ما بيشوفش ربنا لا مرة ولا مرتين حرم من هذه المتعة، وحرم من النور اللي هياخده، هيبقى أقل جمالا وبهاء بكثير، دي خسارة. فدي مقدمة في الخسارة الكبيرة جدا اللي بيخسرها اللي ملوش ورد في الثلث الأخير من الليل. إيه بقى المناقب العظيمة للصلاة في الثلث الأخير من الليل؟ هناك حديث كله صحيح الى الجزء الاخير فيه بعض الضعف، لكن معناه صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم صلاه في مسجدي هذا
بمئة بألف صلاة، وصلاتهم في بلد الحرام أو في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وصلاتهم في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، وصلاتهم في أرض الرباط بألف ألفين صلاة. أرض الرباط يعني أرض المعركة. والأعظم من ذلك كله، الأعظم من ذلك كله الصلاة يصليها المؤمن في جوف الليل. يبقى الركعة أو في الأرض الرباط أرض المعركة، والمعركة شغالة، ده بقى يحتدم القتال ب 2 مليون ركعة. الركعة في الثلث الأخير من الليل وأنت تصلي في غرفة مغلقة لا يراك فيها أحد أفضل من 2 مليون ركعة. يعني أفضل من أن تصلي في صحن الكعبة أمام عشرات الألوف من الناس نهارا جهارا في صحن الكعبة. ليه؟ لأنك عندما تصلي في الثلث الأخير من الليل في غرفة مغلقة هذا أدعى إلى الإيمان، إلى التستر وإلى قوة الإيمان، وأبعد عن الرياء والعجب. أما الصلاة في الثلث في وضح النهار في الكعبة أمام الناس هذا أدعى إلى العجب والرياء، لأنك تصلي في وقت الناس كلها بتصلي معاك والناس كلها معظمها صاحية، لكن أنت في الثلث الأخير من الليل بتصلي والناس كلها نايمة، وتجاهد نفسك وتترك فراشك وتترك زوجتك وتترك شهوتك، وتقوم في أجواء صعبة تحضك على النوم، تقاوم كل هذا وتصلي في غرفة مغلقة لا يراك فيها أحد، وما تقولش لحد ما بتصحى الصبح انا صليت امبارح بالليل في الثلث الاخير من الليل، مش هتقول لحد، يبقى دي حاجه مخبوءه. وصدقه السر تضعه في صدقه الجهر 70 ضعف. لذلك لو ملوش ورد في الثلث الاخير من الليل بيخسر خساره الركعه بالليل في لو صليت في الحرم في غرفه مغلقه بالليل في الثلث الاخير من الليل تبقى احسن 100,000 مره من الصلاه في بلدك في الثلث الاخير من الليل. لكن لو صليت في الثلث الاخير من الليل في بلدك في الثلث الاخير من الليل افضل من تصلي في واضح النهار في صحن الكعبة امام الناس. لذلك اللي بيصليش ملوش ورد في الثلث الاخير بالليل. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى قال له ايه في سوره الاسراء: ومن الليل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. كان ربنا سبحانه وتعالى يقول للرسول صلى الله عليه وسلم لم تبلغ المقام المحمود الا اذا كان لك وردا في الثلث الاخير من الليل. عشان كده ملوش ساب كل مراقب الرسول صلى الله عليه وسلم العظيم، جهاد في سبيل الله وعلم وخلق عظيم. قال له من الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يبقى مش تصل إلى المقام المحمود المنزلة عالية جدا يكون بيدك اللواء الحمد وأن تكون أول شافع أو مشفع أو مطرق باب الجنة وأول من يدخل الجنة و و و إلا إذا كان لك ورد في الثلث الأخير من الليل. يبقى اللي بيصلي في الثلث الأخير من الليل هيكون له منزلة عظيمة جدا عند الله سبحانه وتعالى، لن يصل إليها أبدا أي واحد ما بيلومش ورد في الثلث الأخير من الليل. يبقى اللي بيصلي في صلاه التهجد، لو واحد ما بيصليش صلاه التهجد لن يستوي، ابدا مع مؤمن بيصلي صلاه التهجد مهما عمل. شو عشان كده احنا قلنا في الحديث اللي شويه من شويه ده بيصل الى الفردوس الاعلى ويتمتع برؤيه رب العالمين وياخد الخيول الذهبيه وياخد والتاني يروح يحرم وينزل في الدرجه الادنى في الجنه الدرجه الاقل. طيب شوف بقى الحديث المنقبة العظيمة دي جاء في كتب أهل الكتاب التي الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنها: لا تصدقوا بني إسرائيل ولا تكذبوهم، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. أوحى الله سبحانه وتعالى إلى داود وقال له: يا داود إن لي أخواما أحبهم ويحبوني، أشتاق إليهم وأشتاقون إلي. إذا جن الليل وخلى كل حبيب بحبيبه فرشوا إلي وجوههم ونصبوا إلي أقدامهم وتملقوا إلي بأنعامي والله يا داود لو أنك فعلت مثلهم لأحببتك. وعزتي وجلالي يا داود لو أني وضعت السماوات السبع والأراضين السبع في موازينهم يوم القيامة لاستقللتها عليهم. عشان كده أحسن الناس وجوها في الدنيا، الإمام الحسن البصري كان سئل: من أنا نرى متهجدين أحسن الناس وجوها؟ قال: إن الله اطلع عليهم فأطفى عليهم من نوره. شوف ربنا بيقول إيه؟ إن صح هذا الخبر إن شاء الله يكون صحيح من كتب أهل الكتاب. بيقول ربنا بيقول لو حطيت الكون كله، حطيت السماوات السبع والأراضين السبع في موازينهم شوية عليهم. شوف بيقول لسيدنا داوود وهو من هو؟ نبي من الأنبياء العظام، احتزي بيهم، اعمل زيهم يا داوود. عشان كده يعني اللي بيسمعك دلوقتي ما كانش ليك ورد في الثلث الاخير من الليل انت تخسر خساره كبيره جدا. شوف بقى حال الصحابه رضي الله عنهم كان ازاي. سيدنا عثمان بن عفان كان بيوتر في بعض الاحيان بالقران كله من اوله لاخره في ركعه واحده
بعد صلاة العشاء حتى الفجر لا ينام لحظة ولا لحظة، يقف على رجليه وهو شيخ فوق 80 سنة يقرأ القرآن كله. سيدنا أبو الدرداء راح سيدنا سلمان الفارسي يزوره، لقى زوجته مبتذلة لابسة هدوم راس، قال لها مالي أراك هكذا؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، ليس له حاجة في الدنيا، يصوم بالنهار ويقوم الليل كله، فنام معه. فقال له جاي يصلي بالليل أول الليل؟ قال له نام دلوقتي. جاي يصلي نص الليل؟ قال له نام دلوقتي. قال له يلا بقى في الثلث الأخير من الليل؟ قال له يلا بقى نصلي دلوقتي. وقال له إن إيه؟ لبدنك عليك حقا، إن لزوجك عليك حقا، إن لعملك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. شوف بقى لك إن لربك عليك حقا، كأنه سلمان الفارسي الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه بحر علم، سلمان الفارسي بحر علم. إن ربك عليك حقا، فأعطي اللي هو إيه؟ اللي هو إيه في الثلث الأخير من الليل؟ فأعطي كل ذي حق حقه. بس صلي الليل كله، صلي بس في الثلث الأخير من الليل. عبد الله بن عمرو بن العاص الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ أنكحني أبي زوجة ذات حسب ونسب، فجاء إلى يزورني فسأل عني زوجتي، فقالت له نعم الرجل عبد الله ولكنه لم يطأ لنا فراشا. اشتكى الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت له قوم الليل وصلي النهار ويقوم الليل. أنس بن مالك كان يقسم الليل ثلاث أثلاث بين زوجته بينه وبين زوجته وبين ابنته. ماتت الأم الزوجة قسم الليل نصفين بينه وبين زوجته بين ابنته. ماتت الابنة وهو وصل فوق 90 سنة أو فوق 100 سنة، بقى يقوم الليل كله من أول لآخره وهو راجل عنده فوق 90 سنة. صبر ده. سيدنا عمر الخطاب كان كل يوم يخش المكتب في الصبح يصلي، مع انه كان ما بينامش طول الليل، النص الاولاني من الليل اللي يعمله للرعيه بتاعته والنص الثاني يصلي بالليل. فيقول لهم ايه؟ لو سبت النص الاولاني من الليل اضيع رعيتي، ولو سبت النص الاخير من الليل اضيع نفسي عند ربي. ابو حنيفه كان بيقوم الليل كله يقرا القران كله في ركعه واحده، يسمع الجيران بكاءه ونحيبه. الإمام أحمد بن حنبل كان بيصلي 150، كان بيصلي 300 ركعة بالليل، 300 ركعة في الثلث الأخير من الليل، في نص الليل أو الليل كله 300 ركعة. وأنت مش عايز تصلي ركعتين في الثلث الأخير من الليل، ما هذا الاستخفاف والتخاذل والتكاسل والوهن والضعف؟ هل أنا أستحي من الله سبحانه وتعالى؟ اتقوا الله يا جماعة، اتقوا الله، ما تستخفوش بالسنن، هتندموا أشد الندم يوم القيامة. هتنزلوا في الدرجات الأدنى في الجنة وهتخسروا خسارات كتيرة جدا. هتخسر رؤية رب العالمين، وهتخسر الكروية الذهبية، هتخسر حاجات كتير جدا سيقصها رب العالمين بالصوامين القوامين المتهجدين. ربنا سبحانه وتعالى لن يساوي بين المجتهدين وبين الكسالى المتخاذلين ابدا. فانا هكتب لكم الفيديو ده، الحديث ده تحت الفيديو، ليه تنسخوه وتنشروه على مواقع التواصل الاجتماعي، وليه اللي ملوش ورد في الثلث الاخير من الليل من دلوقتي اللي سمعني عرفت فلزم لازم تصحى في الثلث الاخير من الليل كلك ورد، ابدا حتى ولو بركعتين قبل صلاه الفجر. اللهم بلغت، اللهم فشت، اقول قولي هذا، استغفر الله.